العمل الإسلامي الصحيح هو الذي يكون هدفه الله ولا شيء سواه، كما يقول القرآن الكريم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. فالموعظة الوحيدة لله هي أن يقوم الأفراد والجماعات لله سبحانه وتعالى، وأن يكون عملهم خالقا له. هذه هي موعظة الله الوحيدة إلى المسلمين: قل إنما أعظكم بواحدة، أي الموعظة الواحدة التي تلخص كل مواعظ السماء وكل توجيهات الأنبياء. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، أن يكون قيامكم وعملكم لله وحده، سواء كان عملكم عملا فرديا أو عملا جماعيا، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. إذن فالهدف في أي عمل إسلامي هو الله سبحانه وتعالى.